الشركه الوطنيه نتاعنا لوضع السكه الحديديه راه بدات تشتغل كما يلزم. هذا على هذا الاساس اللي اتصلنا باصدقائنا الصينيين باش ندخل في برنامج طموح اكبر من هذا. اولا السكه الحديديه انا التزمت بها، ترسخ الوحده الوطنيه، ترسخ الوحده الترابيه، تسمح لنا باش ندخل بالاستثمار في اعمق اعماق الجزائر. لما السكه تمشي من الجزائر لطمراست في الطريق نتاعها توجد استغلال المناجم واستغلال كذا والتجاره وهذه، وتخلق حيويه اخرى وتزيد تفيد المواطن بالنسبه للهدف. لما تمشي السكه توصل الاضرار، اليوم باش توصل الاضرار واش باقي؟ السكه راها في بشار، ما بين بشار الاضرار 600 كيلومتر، 600 كيلومتر سي با لا فان دي موند. تصبح لاول مره في تاريخ الجزائر حتى في التاريخ المعاصر كاع منذ قرون، اول مره اللي السكه تجي من الجنوب للاضرار توات حتى العاصمه حتى الوهران. اذا احنا مشروع فيه ما يقارب 6000 كيلومتر. اصدقائنا في الصين قبلوا المبدا، انا يمكن نراجعوا في الدراسات مع بعض وتكون الانطلاقه مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. أولويات سكتين، حوالي 280 كيلومتر باش نوصل الفوسفات لميناء عنابة، وحوالي 800 كيلومتر باش نجيب الحديد من معدن من المنجم تاع كراج بيلت إلى وهران وعنابة وجيش.